وقوفا على متابعة عملية تسيير الحجاج البحرينيين لهذا الموسم، شارك وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في توديع آخر وفد من وفود الحجاج البحرينيين المتجهين إلى مكة المكرمة. نعم، تأتي هذه المشاركة والمتابعة الحثيثة من قبل وزير العدل لعملية تسيير الحجاج من منطلق الحرص على تأمين الحجاج البحرينيين من مختلف النواحي، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها هذا الموسم. جهود جبارة وعمل دؤوب تواصل اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بذله من أجل ضمان وصول حجاج بيت الله الحرام إلى الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج بكل يسر. طبعا حرصت اللجنة العليا للحج والعمرة بحضور إلى مطار البحرين الدولي لمتابعة آخر الإجراءات المقدمة والتسهيلات إلى حملات الحج البحرينية والإجراءات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتنسيق مع رؤساء الحملات في استقبالهم في مكة المكرمة. وحرصنا أن تكون البعثة قد سبقت قدوم الحجاج وتم التجهيزات اللازمة، فلله الحمد كل الأمور تمت بحمد الله بما هو كان مخطط له، ووضع الآليات والإجراءات الاحترازية وخطط استباقية في حالة وقوع أي حالات من مصابين من مرض الكوفيد. طبعا بناء على توجيهات الصحة هناك في غرفة مخصصة للعزل لو أصيب أحد من الحجاج، ولله الحمد لكن الأمور لحد الآن إن شاء الله طيبة، لأن الكل اللي ذهب مطعمين كانوا. مشاعر عميقة وروحانية عالية حملها حجاج مملكة البحرين في نفوسهم وطاروا بها إلى رحاب مكة بعد توقف دام سنتين، يعودون اليوم بكل فرح واشتياق إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. طبعا بعد توقف هالسنتين وبدأنا في حج استثنائي، وفعلا حج استثنائي لأن الشوق حق هاي البيت المعمور، كذلك في زمن الكورونا مع وجود احترازات لهذا الوباء فتم الاستعداد وتجهيز بعض الاحتياطات الوقائية. الحمد لله رب العالمين، طمن الجميع أن الإجراءات ما شاء الله هناك سواء في عند حكومة خادم الحرمين الشريفين أو البعثة اللي طبعا ما تألو جهدا أن توفر وتعين، ويعني مثل ما يقولون تنصح للمحافظة على الحاج البحريني والحاجة البحرينية. والله أولا شعوري يعني لا يوصف، أنا وايد مستانس لأن هاي حجتي الأولى إن شاء الله. أصل الحج الإرشاد والتعليم حتى يمشي على هدى وبينة، ونرشد إخواننا وأخواتنا الحجاج يعني إلى الحج المبرور. وها هي بعثة مملكة البحرين للحج والعمرة تستكمل كافة متطلبات حملات الحج من مخيمات منى وعرفة ومزدلفة، فيما أصبحت فرق ولجان البعثة على أتم الاستعداد لتوفير كافة أوجه الدعم للحملات والحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال موسم الحج. أفواج الحجاج الأخيرة تتوافد على مكة المكرمة بعد عامين من التوقف ليقفوا بين يدي الله عز وجل بقلوب خاشعة لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.